السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في احسن حاجة نشتريها ايه النهاردة؟ شوكولاتة. طبعا اي حد من مصر عارف الشوكولاتة دي، شوكولاتة الكورونا دي شوكولاتة اسمها كورونا، مش كورونا الله اكبر الوحشة، لا دي اسمها شوكولاتة كورونا، ونزلت من تاني جديدة تاني وعاملين عليها دوشة جامدة في التلفزيونات. فانا جبت لكم ايه الانواع اللي انا لقيتها من كورونا موجودة معايا هي النهاردة، وهنشوف هي تستاهل ولا لا، وهي هل هتطلع هي كويسة ولا لا. وخليكم معانا. اول صنف معانا اهوت دي اللي هي ايه الغامقة، الشوكولاتة الغامقة دي اهي يا جماعة، هي دي الكورونا، هي الجديدة ما شاء الله هي تطلع كويسة. هنشوف ده حاجة، يعني انا اكلت الكورونا دي طبعا متربين عليها يعني بصراحة يعني الله، هي يكونوا محسنين منها وجايبين لها خامات نظيف، اهم حاجة الخامة النظيف اهو يا جماعة اهي الشكل ده. لا فيها تشطيب حلو، لا والله كويس. وطبعا الغامقة دي بتبقى بالقهوة او بتبقى بالكاكاو الزياده. بصراحه انا مش عارف اقرا كل اللي على، يعني انا مش عارف اقرا الكتابه اللي عليه. احنا هنشوف، هنجيب اللي بعدها ونقيم بقى ايه، ونقيم في اخر الفيديو. ادي اول واحده اللي هي بالايه بالغامقه دي اهيت. يلا خليكم معانا نجيب الصنف اللي بعده. اول حاجه اهو حط جنبنا اهو، ديت اهيت بالحليب بالملك، اهي مكتوب عليها ملك الحليب. طبعا انا نسيت اقول لكم التانية ديت اللي فاتت دي ب 9.75 جنيه اللي هي اول واحدة، تاني واحدة ديت 7.75 جنيه اهي اللي هي بالحليب دي. نفتح اهوت. ويا جماعة الاسعار ارجوك اقول لكم ان يعني محدش يقول لي الاسعار ليه، لان ممكن تلاقي في محل ارخص من التاني 50 قرش او جنيه او كده، دي بتبقى في اماكن وبتبقى سياسات شغل، فمحدش ينتقدني. انا بقول لك الاسعار اللي انا شاري بيها، انا يعني انا هكسب ايه يعني، انا ما بعملش اعلان، انا المهم ان احنا نوصل للحاجه الكويسه وخلاص. اول حاجه اهي الثانيه ديت اللي بالحليب، افتح شويه يا حاجه كده. طعمها احلى والله، طعمها حلو. ما هو طعمها احلى يعني، اللي بيحب الغامقه دي هتبقى حلوه، اللي ما بيحبش السكر اللي ياخد يجيب حلو. هتبقى حلوه له، اللي بيحب الحاجه المسكره يجيب الثانيه دي حلو. مش وحش. ها مش وحش وعلى ثمن سعرها 7.75 جنيه مش غاليه يعني، اللي هي دي اللي بالملك ديت لو انت عايزها مسكره او حاجه، بس طعمها والله طعمها جميل، عجبتني انا شخصيا. اقول لكم في الصنف اللي بعده ديت شوكولاته بالبندق، دي برضو هي نفس الكورونا شوكولاته بالبندق، مقاطعها مختلفه والله العظيم اللي عجبتني، لانها مش غاليه، الشوكولاتات غاليه جدا اهو. بسم الله الله اكبر، دي بالبندق فعلا، البندق اهو باين اهو اهو اهي، برضو من قدام كده مختومه وشكلها جميل اهي اهو يا حاج. انا بحب الحاجات اللي فيها مكسرات دي، في فرق بينها وبين التانيين في الطعم، طعمها بندق خالص ان فيها بندق كميه. حتى المكونات ده حاسس فيها طعم البندق. دي برضه بنفس السعر 7.75 جنيه. خليكم معانا صنف اللي دي، طبعا دي كورونا لايت اهي، كورونا لايت اهي 35 جرام، 7.75 جنيه اهيت. نشوف كده بسم الله مالها كده، سكر فيها قليل قوي،
هي لايت فعلا ملهاش طعم، عشان اجيب الحاج دي ملهاش طعم، يعني دي شوكولاته مفيش فيها سكر، دي يا جماعه اللي ما فيهاش سكر خالص لايت هي لايت فعلا اهي ديت اهو كاتب لك هنا بالعربي كمان اهو واضح الكلام عندك يا حاجه طيب والله جميله جدا ديت فعلا ما فيش فيها سكر اهو خلينا في الصنف اللي بعده دي بقى بالكريمه والليمون اول مره مش ما جبت شوكولاته اكلت شوكولاته بالليمون بالليمون بس بالليمون شوكولاته بالليمون 35 جرام برضو ب 7 جنيه 75 دلوقتي كل الاصناف اللي فاتت دي واحده بس اللي ب 9 جنيه 75 ودي ب 7 جنيه 75 اهي بالكريمه والليمون هنفتح كده ونشوف الليمون ده انا مش عارف شريحه اهي بقى مختلف التصميم بتاعها مش مكعبات كده الله في جواها كريمة اهي جواها كريمة اهي يا باشا ريحة الليمون يا حبيبتي لا ريحة الليمون لا وطعمها فيها ليمون حلوة فكرتها حلوة بس طبعا مسكرة شوية اللي هي فيها كريمة ولا فيها جوز هندي يا حاج جوه؟ لا حسيت فيها جوز هندي فيها جوز هندي فيها جوز هندي يا جماعة جوه فيها جوز هندي اهو مع الكريمة هي مسكرة شوية اهو حلوة يعني لا 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 لا, لا مش الشوكولاتة دي مش وحشة أصلا على سعرها على الفلوس بتاعتها مش وحشة الصنف اللي بعده دي بقى صنف ده صنف يعني أنا بصراحة ما أكلتوش قبل كده روشن ده سؤال أكلت لأن أكلته بابا طبعا دي سعيله دي بنتي زواج تاخد الفلوس تصرف وخلاص انما انا ايه مش زيها دي شوكولاته اسمها روشن درا دارك يعني هي غامقه تمام صناعه ايه اوكراني السعر هي وزنها 80 جرام سعرها 28 جنيه 25 قرش مش غاليه كده السعر ده هنشوف بقى هي بقى هل ان هي فعلا تساوي ممكن تطلع مش كويس وتطلع هنشوف الاوكراني ده انا اول مره اكل الاوكراني دي بسم الله الله عمرها كده اهو يا جماعه شكلها كده اهي بس هي خفيفه يعني ايه يعني زي ما يكون في قلبها حاجه خفيفه مش تقيله كده اهو هنفتح هنقطع هنكسر قصدك الوزن بتاعها وزنها خفيف 80 جرام يعني هي كبيره كده وخفيف بسم الله اطمني طعمها حلو هي مفرغه كده من جنب فيها فراغات كده زي ما يكون عجين ومتخمر اهو شايفين هي على سعرها حلو انها حجمها كبير 80 جرام يعني دي على سعرها حلوه والله انا حبيتها هاخد كمان واحده حلوه النوع ده يساوي 28 جنيه يا جماعه مش وحش النوع ده يساوي 28 جنيه لا حلو حلوه انا بقى نرجع تاني عشان نقيم بقى الفيديو خلاص الفيديو خلاص الحمد لله خلص بصراحة تجربة الكورونا دي عجبتني على سعرها مستوى الشغل فيها انا فاكر الكورونا دي كزمان كانت مختلفة فعلا لا الكورونا كان زمان مش بالطعم ده لا ما كانش بالطعم ده دي فيها ان هي سكر بس كده لا فيها شغل فيها صنعة فيها مصنعية حلوة تمام يعني انا انصحكم ان انتوا تشتروا الكورونا دي وتشوفوها بكل بقى كل واحد زي ما هو عاوز احنا مش هنقول اصل هي احلى حاجه ايه النهارده دي لا 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 كل واحد زي ما هو عاوز اللي عايز مسكر اللي عاوز اللي هي الغامقه مش مسكره اللايت والدارك فيها عجل. اللي هي الغامقه دي الاولانيه دي دي ما فيش سكر واللايت اللي هي دي اللي واللايت هي حاجه
لايت اللي هي دي ديت دي اللي مش عاوز مسكر ياخد اللي هي الاولانيه والايه والرابعه والتانيين بقى كلهم بقى اللي يعني ايه السكر زايد فيها شويه بس هم برضه هم مش وحشين يعني لا مش وحشين خالص وتجربه حلوه التجربه دي جميل على قد تمام لا خفيفه قوي عجبني زي شفتوا يا جماعه لما يكون العجين متخمر كويس هي متخمره باينه ان هي مفرغه كده هي واحد قال لي ان هي دي اوبل البابلي اهو طبعا احنا جبنا البابلي قبل كده اهو معلش مش هجيبها تاني اهو شوفوا يا جماعه شوفوا لا عجباني حلوه دي يا جماعه يعني لما تكون انت لكييف بقى شوكولاته كل هات اللي هي الروشن دي كده الفيديو خلص عندنا فيديوهات كده يا جماعه موجوده في القناه احسن حاجه نشتريها ايه انا بعتبر ان دي من افضل الفيديوهات اللي عندنا في القناه انا بحبها جدا وبدات تزيد المشاهدات فيها عاليه جدا لانها بتفيدني انا اولا وبعدين انتوا ان شاء الله هتستفادوا منها باذن الله اتمنى لكم الخير والسعاده كل سنه وانتم طيبين رمضان على الابواب اشوفكم على خير باذن الله ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه دلوقتي يا جماعه ويعمل لي اللايك اللايك مهم جدا يا جماعه عشان يرفع القناه وشيروا الفيديو على يعني عشان الناس برضه تستفاد ان دي حاجات مفيده انا بعتبر ان قناتي دي قناه العائله يعني قناتنا كلنا قناه من ولادنا الصغيرين لغايه الشباب لغايه الناس الكبيره وكل حاجه ان شاء الله هي هتفضل كده على طول مستمره بنفس المستوى ده ما احنا عشان نعمل حاجه تزعلكم ولا حاجه تبقى غلط في القناه يعني انت تفتح القناه تحطها على شاشه كبيره وتفتحها في قلب الاسره كلها تتفرج عليها اشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.